السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الأحبة الكرام. آخر خبر على البهلواني زوخ اللي كان والي لولاية الجزائر، ومناش عارفين كيف حتى وصل وحكم ولاية الجزائر بأكملها، ولاية الجزائر عاصمة البلاد كوالي. إذن قضت المحكمة ب4 سنوات حبسا نافذا في حق والي الجزائر الأسبق عبد القادر زوخ حسب ما ورد في جريدة البلاد. وأفادت نفس الأخبار أن محكمة الجنح بتيبازا أصدرت أحكامها في حق هذا الوالي بعقوبة 4 سنوات حبس نافذة ومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة مع عدم ممارسة أي مهام حكومية لمدة 3 سنوات. صافي يدير كي يخلص 3 سنوات يقدر يزيد يرجع واري. ويتعلق الحكم بقضية منح امتيازات لرجل أعمال علي حداد. علي حداد معكم تعرفوه على خفية متابعته بتهمة منح امتيازات غير مستحقة في مجال إبرام الصفقات والعقود وإساءة استغلال الوظيفة. الله لا يربحهم، أخذوا أموال الشعب وبارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. إخوة الكرام ما تنسوناش أولا وآخرا باللايكات يا جماعة الخير. وإذا ما عجبكمش تقدروا تسمحوا لنا، وبارك الله فيكم، شكرا جزيلا.